أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019، العام الحافل ببطولات عريضة سطرها رجال الأمن السعوديين. فما أن بدأ العام حتى استهلها الأمن السعودي في ظل دوره المميز لمكافحة الإرهاب بعملية أمنية استباقية في المنطقة الشرقية، قتل خلالها 6 إرهابيين وقبض على 7. وفي شهر إبريل تعرضت نقطة أمنية لهجوم إرهابي أحبطه رجال الأمن السعودي، يقتل إرهابيين ويقبض على آخرين. وليعقبها رجال الأمن في عملية أمنية استباقية بالقبض على 13 إرهابياً، ليقوم رجال الأمن بعدها بشهر واحد فقط بالقضاء على خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر إرهابية. تلك عين أمنية سعودية ساهرة على مكافحة الإرهاب، فيما عين رجال الأمن الأخرى تعد وتسهر على راحة ضيوف الرحمن خلال أعظم الشعائر الإسلامية. ترجل خلالها 120 ألف رجل أمن في العاصمة المقدسة، رسبوا خلال موسم الحج مشاعر الرضا والفرحة على وجوه أكثر من 2 مليون حاج وحاجة، مترجمين بذلك الجهود المبذولة في السعودية لإدارة الحشود وأمن ضيوف الرحمن وخدمتهم. بابتسامة وثقتها عدسات الكاميرات التلقائية للعالم من بين أسوار الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مرسخين بذلك دور السعودية البارز وجهودها الهائلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. بدر الشريف، MBC.